وجودنا النهارده هنا بنقول للناس ان احنا للعالم كله ان مصر الحمد لله بتبعت برساله امن وامان من اهم رمز في العالم كله اللي هو الاهرامات. بنقول للعالم احنا بنشارك العالم الامل، والامل في 2016 ان شاء الله. وبالنسبه لنا في قطاع السياحه بنعتبر ان 2016 ان شاء الله هتكون عام السياحه المصريه وعودتها بقوه باذن الله. يا رب مصر تكون احسن وتبقى دايما مبسوطين، واحنا هنا بنحتفل زينا زي العالم كله ومبسوطين جدا هنا في الاهرامات. اتمنى ان الوزراء اللي بيقدموا لنا الامان زي دلوقتي كده، زي الوزراء كده، وزير وزير الداخليه موصل لنا الامن والامان، زي وزير السياحه ان شاء الله ترفع السياحه ان شاء الله مصر، ان شاء الله مصر تفضل مرتفعه الى السماء.